السلام عليكم حبيباتي، كي راكم؟ راكم لاحظ حفطركم، كل عام انتم بالف خير. اليوم جيتكم بحلبية جديده، هي حلبة لي دي طوندونس دايره حاله، هي حلبة التوميه. حبيت اليوم نشاركها معكم. هي حلوه، تجي راقيه، تجي بنينه، تجي بزاف مليحه. نبداو على بركه الله، نبداو نحضروا الجينواز. هي تجي بالجينواز ولا المادلين، من افضل الجينواز. الجينواز هنايا نديروا بحبه تاع بيض كبار ولا خمسه يكونوا مويا، نديرو معاهم مورف اللافاني، نضربو البيض مع لافاني مليح مليح، طيب طلع شويه البيض يتخلط. ومن بعد ما خلطنا البيض تاعنا نضيفو كاس كبير تاع السكر، وهنا نضيفو الفرينه تاعنا غير بشويه. كيما مورف نحضرو الجينواز العاديه، لكن هذه تجي شويه ثقيله، لازم الفرينه تكثروا شويه على الحساب العبر اللي كنتو ديروه في الجينواز العادي. انا في الجينواز العادي كنت ندير قد كاس ونص فرينه، ضروري غادي ندير في هذه حوالي زوج كيسان كبار تاع فرينه، يعني على حسب الخليط تاعكم يتشرب الفرينه. لازم الجينواز هذه تجي ثقيله شويه، نخلطوا هكذا. نزيدو الكاس الثاني ونديرو وحده تاع لاليفيغ، ونكونو ديجا حمينا الفرن درجه الحراره 180، ندخلوها للفور طيب، نخلطو هكذا مليح هكذا. تحصلو عليها ثقيله، الجينواز تاعكم كيما هكا تجي ثقيله. درناها في سنيوان، ندخلوها للفور طيب مدة 20 دقيقة، ونحمروها من الفوق بعد ما طيب لنا ونخرجوها. هنا نروحو نخدمو لاكخام دو بوغ، نسحقو 125 دهن زبدة، تكون باردة شوية ديك الزبدة، متكونش دايبة باش تنجح لكم الكريمة تاع كريمة الزبدة. بعد ما خفقنا شوية الزبده تاعنا، نبداو نضيفو السكر كلاصي غير بشويه حتى نتحصلو على كريمه. هنا حبيباتي بعد ما خفقنا شويه السكر كلاصي مع الزبده، نضيف لها 2 ملاعق كبار تاع الزيت. الزيت يعطي لها الخفه، ما يخليهاش تقهم. هنا درت لي زاغون تاع اللوز في الزبده باش تحلنا ريحه الكريمه الزبده، باش تحلنا ريحه الزبده. نخلطو نضربو تجور. هاي الكريمة تاعنا تاع الزبدة بعد ما وجدناها. نجيبو الجينواز تاعنا، لازم كامل كيما حنا نقولو نطحنوها في الأشوار. هاي اللي بعد ما طحناها، شوفو ما تعجنلكم ولا تجيكم حبيبات حبيبات. هاي الجينواز تاعنا بعد ما طحناها، جبت لها هنايا كمشه تاع مكسرات كانوا عندي مطحونين. وهنا نبداو نضيفو الزبده، كريمه الزبده، ندير لي زاغون تاع اللوز توجور باش يطيب لنا تاع اللوز، لان هذا الكاطو اصلا تاع باللوز، لكن حنايا درناه بالكاوكاو، لكن البنه مختلفش على اللوز، جا ما شاء الله. نخلطو، حتى نلموها على شكل عجينه، ما تكونش خفيفه وما تكونش ثقيله. درت لها هنايا يعني ملعقتين تاع عسل في بلاصه الجلوكوز، كاين اللي يدير بالجلوكوز، واللي ما عندهاش جلوكوز يدير مغارف مغارف تاع عسل. وهنا حبيباتي نبداو نكوروها على شكل حبيبات دوائر، وزن تاعها 30 غرام.
شي جونه كاع متساويين نديرو 30 غرام. انا حبيباتي نغطو الحلبه تاعنا تاع الجينواز درناهم، نخلوهم لازم يجمدوا في كونجيلاتور حتى يولوا يابسين، تولي الحبه حجره باش تجيكم سهله الاستعمال. هنا حبيباتي نجيبو 350 كاوكاو. كاوكاو شنو ديروا له؟ ديروه حموا الفور ودخلوه ينشف واحد 10 دقائق وتخرجوه. نطحنوه الطحنه الاولى. هنا حبيباتي بعد ما طحنت الكاوكاو تاعي نجيبو سكر لاسي. انا هنا عندي 350، لازم الكيله كيف كيف كيما كيله الكاوكاو كيما كيله السكر لاسي. نخلطهم مع بعضهم نعاودو حبيباتي نطحنوهم بالزوج سكر كلاصي مع الكاوكاو. شوفوا بعد ما طحناهم قلت لهم مغرف لافاني نديرو لي زاغون توجور تاع اللوز، هذا هو النكهه الخاصه اللي يعطيهم توجور البنات اللوز. ومن بعد نلموها بشويه تاع ماء عادي، ما نقدر نقول لكم الربع، ما نقدر نقول لكم النص على حسب ما تلم لكم العجينه. نضيفو الماء غير بشويه شويه، نحاول ندخلو هذاك لي زاغون تاع اللوز باش عاد فينا نضيفو الماء. وانا حبيباتي انا بغيت نديرها ملون، نتوما اذا حبيتوها بيضاء نجمو ديرو ملون ابيض. انا حبيتها نديرها ذوق البرتقالي، كان عندي الاورانج درتها اورانج. ونوزنوهم كذلك 40 حبه، لازم يكونوا 40 حبه. ومن بعد حبيباتي بعد ما وزناهم كامل نحلو الكرية وحدة ندخلو فيها وحدة يابسة تاع هادي الحشو، نبداو نغطو داك الحشو على شكل كرة. لاباط دامون تاني خلوها تريح، تجيكم سهلة الاستعمال. إذا كانت تلصق في يديكم شمخو يديكم بالماء هكدا. ومن بعد نفصوها، نفصل الحبة تاعنا. حنا درت لهن البريون، درت لها بريون في الدوغيل. هنايا نبداو نفصلها، وهنا كاين اللي يدير الوردات، كاين كل واحد شايدير ديكوراسيون. انا نفضل حاجة اللي تنتكل، درت وحدة شوية تاع بندق صغيرة في الوسط. وهنا حبيباتي هاي التومية تاعنا، الحلوة تاع التومية تاعنا. نتمنى حبيباتي جربوها، اقتصادية، تنجمو تجربوها في العيد بالكاوكاو، تجي لها بنت حكيمة بنت اللوز. نتمنى حبيباتي تجربوا الوصفة، إذا جربتوها وعجبتكم ما تنساوش الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل ما هو جد مني أحبائي، ودمتم في رعاية الله حفظه، وسلام مع فيديو آخر إن شاء الله. بارجة قلبي صفا روحي رحمة ربي.